السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لا أم محمد، الله يطول عمرك، الله يشفي لك ميمتك، وأنا عارف أنك مضرورة، راه الجفاف عندكم في البادية، وعندكم الكورونا، وعندكم المرض ديال الوالدين، والحالة ضعيفة والمدخول ما كاينش، ولكن إن شاء الله بصورة الواقعة، واخا أنت ما قارياش، راه البنية ديالك تقراها، اللي ما قاريش يسمع، إما عندنا التسجيل، دابا الآن وسائل التسجيل متاحة، إما سي دي، إما كاسيت، وإما الإنترنت. تليفون كتيليشارجي الصوره وكتبقى تتكرر نسمعها، ولا كان شي واحد من وليداتنا الصغار اللي هما قاريين وحنا اميين هما يقراو لنا قبل ما ننعس، نقراو الصوره كامله ونجلسوا بعضياتنا قبل ما ننعسوا ان شاء الله تعالى، حتى نساليو العشاء ديالنا ونساليو المحادثه وكل شيء، نتوضاو ونصليو واحد ركعتين، وكل واحد فينا يجلس في بلاصتو في ديال النوم، وواحد فينا يهز المصحف حنا كنسمعوا ونبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبتا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. وأستمر هكذا شحال تالي منها، شحال غدير لي سبعة دقائق، كاملة سبعة دقائق، وتقاس بأن ربي عز وجل صنفك في سلم أكثر من 11. إذا كانت السلالم في الوظيفة العمومية من 5 حتى 11، كن متأكد إذا كنت تقرأ سورة الواقعة كل ليلة فستصير أوغيشيل خارج السلم، وسترى ذلك عجائب قدرة الله. الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وشكر الله لكم أم محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.